شفت لي هالعجقة اللي كانت تحت؟ ليش فيني ما اشوفه؟ راحوا. ايه سيدي، الله معهم. اوف، صالحت انت وبشرى؟ ايه اكيد. لو كنت محلة ما بسامحك، كنت بزتك برا. خاطرك حبيبتي بتزتيني برا؟ اي لا تمد ايدك مرة ثانية. خلصني منها. وقعي على الأرض، وقعي. يا غلي اسرك شعري. ليك والله مثل الصبيان، شوف شو قوية. لا تعضي اوعك يعني هالاوعك. شو ساويتي؟ ساويت لك ساعة. فرجيني. اوف، بسبب حقدك هذا بعمرك ما رح تلاقي عريس بنوب. ما عم تفهمي؟ دخيلك، إذا العريس بده يكون مثلك ما بدي إياه. شو عم يصير؟ نهال؟ خير؟ صوتكم واصل لتحت، بس ما تكون فيروز خان ومتضايقت. نحن آسفين. مرحبا، شوفي سمر خانم اجت تخانقنا يا مدمزيل. بس كان معها حق. اختي على طول مهند، شوفي. لا شوفي نهال. خلاص بلش راسي يوجعني. عم قلكن عينه صابتني. مو على اساس سكبتي رصاص؟ اصلا انت اللي عم توجعي لي راسي. كاتيا، شو بدك ماما؟ خلي البنت ترتاح شوي، لهلا ما رتبت اغراضها بالغرفه. اعطيني دوايه من هون، بالدرج. انت منيحه؟ روح اعتذري منا. يلا ليش شو سويت لحتى اعتذر؟ قلت لنا نحن اسفين اذا ضايقنا فيروز خانو. شو فيها؟ عيب هالحكي يا نهال. احيانا بحس اني ما بعرفك بنوب. هي بتكون امها لسمر خانو، وانتي عم تتمسخري عليها. روح اعتذري قبل ما يسمع ابوكي. طيب ماشي، بغير ثيابي وبعدين بروح بعتذر منها. طب بس لغسل ايدي وشي. زعلانة مني؟ لا. أكيد؟ طبعا. طيب قولي لي شو يلي مضايقك؟ تعبانة شي؟ جيب لك الدكتور؟ سمر، شو في حبيبتي؟ ما في شي. أهلا وسهلا عدنان بك. أهلين فيك. كأنك تعبان؟ إيه والله. قاعدين بغرفة فيروز خانم. ما تكوني ندمتي لأنك استقبلتيني ببيتك. ماما رجاء بلا هالحكي، أنا يلي طلبت منك تجي على البيت، بس إذا ضليتي عم تحكي هيك عن جد بدي أندم. وضعك مو عاجبني بنوب، بس ما تكوني عم تفكري بالكلام اللي قلت لك إياه عن مهند. أنا حامل. ماني مصدقة، هذا أحلى خبر. بكرة منربيهم سوا. لا تفرحي كثير، أنا بدي نزل الولد. سمر لا تجني. غريب، بس ما تكوني بدك يعني أولاد.
شايفة هالمرة ما عندك اعتراض بنوب؟ طبعاً، هالمرة رح تولدي ابن عدنان بيك. بعدين هذا الولد هو ضمانتك، هو ضمان لحياتك كلها. بابا؟